مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من تك ويك، معاكم عمرو عصام. التكنولوجيا مش بس موبايل او لابتوب او عربيه ولا حتى طياره، التكنولوجيا حاجه اكبر واعمق من كده بكتير. تقريبا كل حاجه في العالم دلوقتي التكنولوجيا هي جزء مهم جدا فيها، سواء بقى بيع او شراء او سفر او ايا كانت. كل حاجه ممكن تتخيلها او تيجي في بالك، اي حاجه من دول هتلاقي فيها تكنولوجيا، لدرجه ان الشركات المتخصصه في عمليات البيع اونلاين بقت بتعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي في شغلها عشان تقدر تسوق للمنتجات اللي موجوده عندها. طبعا واحده من الشركات دي هي شركه جوميا، واللي في فقرتنا الاولى النهارده هتكون معانا الاستاذه منال يوسف، رئيس قسم العلاقات العامه في شركه جوميا مصر. اما الفقره الثانيه هيكون معانا فيها المهندس مصطفى حسين، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لإيجي مابس، وهنعرف منه دور التكنولوجيا الخاصه بالواقع المعزز في تسويق العقارات المصريه داخل وخارج مصر. لكن في الأول عندنا بعض الأخبار المهمة. مصر بتستعد الأيام دي لاستقبال حدث هو الأهم على مستوى العالم، طبعا هو مؤتمر قمة المناخ COP27 اللي هتكون في مدينة شرم الشيخ. مصر طبعا كانت من بين الدول السباقة في عمل المشروعات الخضراء، سواء كان عن طريق المشروعات القومية اللي بتعملها الدولة أو حتى مشروعات القطاع الخاص وكمان الشركات الناشئة. وعشان مصر تشجع الناس على تنفيذ مشروعات خضراء تتوافق مع البيئة، أطلقت الدولة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ودي طبعا مبادرة حضرية ونقلة نوعية في طريقة تحضير المشروعات في مصر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة دي من ضيفنا على تليفون السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. في البداية يعني لو تكلمنا عن المبادرة بشكل عام، ما هي المبادرة؟ المبادرة تحت رعاية السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدرت بقرار من رئيس الوزراء بشأن إن إحنا طبعا بمناسبة الكوب زي ما حضرتك تفضلت، إن يكون في مبادرة يشارك فيها المواطنين بتقديم مشروعات خضراء ذكية لبلاتفورم، منصة واحدة، وكل محافظ من المحافظات يقوم بتقييم المشروعات التي تتقدم هذه المنصة طبقا للمعايير الخضراء والمعايير الذكية. عشان برنامج حضرتك ده برنامج تكنولوجي، فيعني طبعا مهم كان توضيح معيار التكنولوجي. يعني ايه المعيار ذكي؟ كلمة ذكي يعني كان استخدام المشروع لأي نوع من التكنولوجيا، سواء كانت ابلكيشن على المحمول، سواء كانت ذكاء اصطناعي، سواء كانت الويب، سواء كانت أي نوع من الانترنت. يعني كل ده نوع من الرسالة الرئيسية كانت ان هو ولب البرنامج بتاع حضرتك ان التكنولوجيا بتساعد وتكون عنصر مساعد ورئيسي طبعا في اي مشروعات في المستقبل طبعا. وبالتالي الفكرة كان ان انت تتقدم بمشروع بعناصر خضراء، برضو كلمة خضراء يعني الناس كانت بتسأل يعني ايه اخضر، يعني معناها استخدام الطاقة نظيفة، استخدام طاقة اقل، استخدام طاقة متجددة، الرياح، الشمس كده، انبعاثات اقل، المخلفات تعمل بيها ايه، اعادة التدوير، كل الانواع الحاجات اللي هي تحافظ على البيئة وفي نفس الوقت العنصر الاستدامة يكون موجود. يعني المشروع ما يضحيش بعنصر الاستدامة وما يضحيش بعنصر الربحية. فالمفهوم ان هو ان انت مشروع بتقدمه يكون بيئي وصحي او بيعمل المناخ وفي نفس الوقت بيستخدم التكنولوجيا، لكن بيكون برضو لازم يبقى فيه عنده استدامة مالية فيكسب. فمفهوم ان انت ده بيأيد ده، مفيش تناقض ما بين الحفاظ على البيئة ومشروعات الطاقة والتكنولوجيا والربحية، ده حاجة. تقدم هنا 6281 مشروع من كل مصر في فترة تقل عن شهرين. اذا اكتر من 6000 مشروع تم التقديم بالضبط. فدي كانت حاجة يعني احنا طبعا استعجبنا لان كان عدد كبير جدا تقدم في فترة قليل جدا. وزي ما رئيس مجلس الوزراء دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي قال امبارح ان مصر يعني ان يجي العدد ده فترة قصيرة جدا يدل قد ايه ان في حماس، وفي مصر لها يعني ولادة ولها خبرات ولها ناس عندهم مشروعات ولها يعني ناس عندهم افكار جديدة. وطبعا هي المبادرة مش للافكار النظرية، هي كلها موجهة للافكار قابلة للتنفيذ او مشروعات قائمة فعلا على الارض. عظيم. والكلمه السحريه فيها ان تقديم حلول. يعني كلمه حلول لو حضرتك طبعا برضو كده عارف زي كل المشاهدين ان احد الايام الرئيسيه في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ اسمه يوم الحلول طبعا. يوم الحلول اللي بتجتمع فيه كل دول العالم انه يقولوا طب والله احنا عندنا مشكله، عندنا تحديات مناخيه، هنحلها ازاي؟ صحيح. كل بلد بتقدم مشروعات وبتقدم افكار بنحلها ازاي.
عظيم. احنا في مصر برضو من مواقع من بطن المجتمع المصري مقدمين حلول مصريه في صوره المشروعات اللي هتروح اللي فازت من 6281 مشروع. كل محافظ باللجنه بتاعته المستقله طلع 6 مشروعات باجمالي 162 مشروع. يعني كل محافظه هتخرج 6 مشروعات. طلعت بالفعل 6 مشروعات. طلعت خلاص. في 27 محافظه فطلعوا 162 مشروع. احتفلنا بيهم امبارح برئاسه الدكتور مصطفى مبلول رئيس مجلس الوزراء. كرمنا كل اللي جينا قلنا لهم شكرناهم على هذا الجهد اللي هم ال 162 اللي هم من كل مصر من كل الجمهوريات من كل المحافظات. ثم تم اختيار اللجنه الوطنيه للتحكيم برئاسه الدكتور محمود محي الدين وبعضويه كل لجان الامم المتحده والمؤسسات الدوليه والبنك الاوروبي واتحاد الصناعات واتحاد الغرف واتحاد البنوك والبورصه. كلهم اختاروا 18 مشروع من اجمالي ال 6200 ومن اجمالي ال 162 اللي يروحوا الكوب. اذا احنا صفينا وصلنا لرقم 16 مشروع. 18 مشروع عفوا. طيب انا كنت حابب اسال على الطريقه اللي تم بيها اختيار هذه المشروعات او ما سميته حضرتك بمسطره التقييم اللي تم وضعها. عشان طبعا المبادره دي كانت جديده وغير مسبوقه، كان بالضروري ان تعمل 3 حاجات. اولا ان تحط معايير واضحه، يعني زي ما انا شرحت لحضرتك يعني ايه اخطر ويعني ايه ذكي، دي نمره واحد. وده طبعا تم طبعا عن طريق الانترنت وعن طريق المحافظات وهكذا. تاني حاجة كان لابد من تدريب وتأهيل المحافظات واللجان في كل محافظة من 27 في لجان اللي بتقيم المشروعات دي، ممثلين من الوزارات المختلفة، وزارة التخطيط، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، وزارة التنمية المحلية، فضلا عن خبراء في المجالات البيئة موفرة من الوزارات من الوزارات المختلفة. ولكل محافظ استعانة من الخبراء. فدول اللجان دي قيموا. فكان الجزء الثالث ان يكون في مسطرة موحدة. ليه؟ عشان باش كل لجنة من ال 27 لجنة و 27 محافظة تخرج بنتيجة طبقا لتقييمها هي. مفهوم طبعا، ما تبقاش معتمد على وجهة نظر او على مثلا اولويات شخصية. بالضبط، يبقى في تقييم موحد ومتسق في ال 27 محافظة ومسطرة مع شركات مصرية ودولية تم وضعها. المسطرة دي فيها تقريبا 21 معيار، يعني في المعيار المعايير الكبيره اللي هم زي ما قلنا الاخطر والذكي، وبالنسبه للمشروعات الخاصه بالمراه مشروع المكون التكافؤ الفرص وهل بيخدم المراه بيمكن المراه. ثم في معيارين ثانيين، واحد اللي هي الاثر الامباكت الاثر بتاع المشروع على المجتمع وعلى الارض، وحاجه اللي هي القابليه للتكرار او التوسع. دول الخمس معايير الرئيسيه، منهم معايير فرعية، وكل معيار من المعيار الفرعي ده ليه سكورينج ونمر، وكل واحد من اللجان دي طبعا كان بيحط نمره وهكذا حتى يوصلوا الى المشروعات الستة الفائزة في كل محافظة. وكل محافظ ليه الحق ان هو يختار مشروع سفير اللي هو بيعتبره المشروع سفير اللي بيعكس اولويات المحافظة وبيعكس صورة المحافظة وبيعتبر يعني نموذج للتنمية المستدامة ومستقبل هذه المبادرة في هذه المحافظة. طبعا هي مبادرة جديدة من نوعها، مبادرة رائدة جدا. طبعا سيادة السفير هشام بدري المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا. وقعت شركة اتصالات اتفاقية تعاون مع شركة أميرينكو سولاريز إيجيبت العاملة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية بهدف تحويل محطات المحمول لشركة اتصالات مصر للعمل بالطاقة الشمسية. طبعا ده في إطار استراتيجية الشركة للتحول لمقدم متكامل لجميع خدمات التكنولوجيا والاتصالات والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة بما فيها طبعا حلول الطاقة المتجددة. المهندس أحمد الحراني المدير العام لشركة أتوس الفرنسية كشف عن طبيعة مشاركة الشركة في قمة المناخ كوب 27، وقال إن الشركة هتشارك في القمة من خلال إدارتها لعدد من المشروعات الخاصة بقمة المناخ. ده طبعا هيكون من خلال تعاونها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قال كمان إنه خلال القمة هيتم استعراض تجربة رائدة شاركت فيها الشركة بالتعاون مع تحالف استراتيجي، وده من خلال تقديم حلول المدن الذكية عن طريق اختبار جودة الهواء. الحراني قال كمان إن الشركة بتدير 20 مركز للبيانات في العالم، وقريبا هيتم الكشف عن الخطط الاستثمارية الجديدة للشركة من خلال تدشين مركز تعهيد جديد للشركة لخدمة الشرق الأوسط مقره مصر.
قمة تكني 2022 أو 2022 لريادة الأعمال هتنطلق خلال الفترة من 5 ل 8 نوفمبر في مكتبة اسكندرية من بكرة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية. القمة بتعتبر حدث دولي بيركز على صناعات متعددة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، هدفها التأثير على عدة قطاعات وأصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة. معنا طبعا على التليفون دلوقتي المهندس محمد الدلال الرئيس التنفيذي لقمة تكني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، مساء الخير. مساء النور. لو تكلمنا الأول عن قمة تكني، إيه هي تكني سوميت؟ طيب تمام، قمة تكني سامت تكني سامت احنا بقالنا 8 سنين بنشتغل في مجال ريادة الأعمال، مجال التكنولوجي في الشركات الناشئة التكنولوجية. على مدار 8 سنين كل سنة المؤتمر القمة حجمها بيكبر، احنا السنة دي عندنا أكثر من 30,000 مشارك عبر الأربع على مدار الأربع أيام المؤتمر. المؤتمر بيحدث فعالياته كل سنة في مكتبة اسكندرية. السنة دي عندنا أكثر من 1000 شركة ناشئة مشاركة معانا في الجزء بتاع المعرض. 1000 شركة حتى عندنا أكثر من 100 ساعة محتوى. عندنا أكثر من 13 تراك للمحتوى بيغطي كل نواحي التكنولوجي، يعني التكنولوجيا الهيلثك في مجال الصحة، في مجال الفينتك، في كل المجالات اللي فيها ريادة أعمال في مجال التكنولوجي في محتوى بيغطي كل ده. طيب يعني المبادرة هي طبعا واحدة من المبادرات اللي بقى لها عدد كبير جدا من السنوات بتقام في مكان مهم جدا وهو مكتبة اسكندرية. السنة اللي فاتت كان دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات كان موجود في الافتتاح، فهي طبعا بيهتم بيها عدد كبير جدا من الناس اللي عندها حتى كمان افكار عشان تبدأ تعمل مشروعات وتيجي وتكون علاقات في مجال عملها. يعني عايزين في البداية بس ان احنا نتكلم عن ايه اهم التحديات اللي بيواجهها قطاع الاعمال عموما في الوقت الحالي. هو ده دور تكني، ان احنا ازاي نقدر نوصل رائد الاعمال ونسهل له الطريق بتاعه من اول الفكره لحد الاكزيت اللي هو التخرج او ان هو يبقى موجود في البورصه. الفكره من الشركات الناشئه في مجال التكنولوجي بتبتدي زي ما حضرتك عارف او ذكرت ان هي بتبتدي بافكار طبعا. بعد كده بتحتاج ان هي تبقى مثلا توصل لحاضنات او مسرعات اعمال، بتحتاج دورات استثماريه مختلفه. ده اللي بتوفره تكني، ان هي بكل الناس اللي بتشتغل في مجال رياده الاعمال في كل مرحله من مراحل الشركه كلهم بيجتمعوا على مدار اربع ايام لمناقشه التحديات والوصول الى حلول. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلت في الجزء بتاع التواصل مع بعض او كونكتنج، وهو ده اكتر كلمه احنا بنحب نستخدمها، ان دائما وجود مشكله عند حد يبقى لها حلول عند حد. طبعا دائما طبعا. من كل تشالنج موجود بيبقى فيه فرصه اوبورتيونيتي موجود. صحيح. المهندس محمد الدلال الرئيس التنفيذي لقمه تكني، شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم وتمنياتنا بالتوفيق. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر تقرير جودة الخدمات سواء الاتصالات أو الإنترنت للربع الثالث من السنة دي 2022. تعالوا نشوف بعض الأرقام المهمة جدا في التقرير.
هذا البرنامج اهلا بكم من جديد. خلوني ارحب بضيفتنا في الاستوديو الاستاذه منال يوسف، رئيس قسم العلاقات العامه بشركه جوميا مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بك. في البدايه حابين ان احنا يعني طبعا التجاره الالكترونيه هي واحده من اهم اركان التجاره والبزنس عموما دلوقتي في مصر. ناس كثيره جدا بتعتمد على التجاره الالكترونيه في حركات البيع والشراء، يمكن كمان مع كوفيد يمكن ناس كتير اتجهت ليه انها تتعامل عن طريق المنصات الالكترونيه او عن طريق تحديدا الويب سايتس الكبيره المعروفه اللي هم قليلين جدا يعني اللي بيتعاملوا في مجال التجاره الالكترونيه. في البدايه حابين ان احنا نتكلم عن مع تحرير سعر الصرف والبلاك فرايدي داخل علينا، فتعامل ده على ده عامل حاله كده من اللي هو احنا مش عارفين البلاك فرايدي السنه دي هيكون عامل ازاي. فياريت تكلمينا عن المشهد ده، فكره ان تحرير سعر الصرف مع البلاك فرايدي توقعاتك ايه؟ طيب، اول حاجه انا هحب اكد على كلامك ان فعلا من اول بدايه جائحه كوفيد 19 بقى في شكل مختلف للتجاره الالكترونيه في مصر، نقلها لقدام عده سنوات زي ما بيقولوا. الناس بدات تعتمد اكتر على التجاره الالكترونيه، مش بس في الالكترونيات او في الازياء او الحاجات اللي كانت الطبيعيه اللي الناس بتشتريها، لا، الموضوع بقى مختلف اكتر. الناس بدات تتجه اكتر انها تشتري السلع الاستهلاكيه زي زيت، سمنه، سكر، الحاجات اليوميه، الاحتياجات اليوميه للعميل المصري بدا ان هو يتجه ان هو يشتريها من التجاره الالكترونيه. فكره التضخم او تحرير سعر الصرف دي مش اول مره نشهدها. في وقت برضو بلاك فرايداي حصلت، كان في 2016 اول مره حصلت. الفكره كلها ان احنا لو احنا شغالين صح من الاول، وده اللي احنا عملناه السنه دي علشان نقدر ان احنا نعمل حمله بلاك فرايداي ناجحه. بداناها النهارده، كان اول يوم في الحمله على فكره. اشتغلنا مع الشركاء بتوعنا سواء كان من اصحاب المصانع او البراندات المحليه او العالميه على العروض اللي هنشتغل عليها في الحمله دي من مارس وابريل اللي فاتوا، بحيث ان احنا نقدر نوفر اكتر كميه عروض تنفع للمستهلك المصري يكون في احتياج ليها. كمان اشتغلنا من ناحية تانية عشان برضو التضخم والعوائق الكتيرة قوي اللي على المستهلك المصري، ان احنا نعمل عروض كتيرة قوي او شراكات كتيرة قوي مع بنوك مختلفة علشان التقسيط. اول حاجة سواء كان مع بنوك كروت الاونلاين او محافظ حتى الالكترونية للموبايلات. دي نقطة مهمة. يعني انا اعرف ان في حاجة دلوقتي اسمها جوميا باي، ده واحد من طرق الدفع حسب ما انا فاهم، صح كده؟ ممكن تكلمين عن جوميا باي الاول؟ جوميا باي احنا عندنا حاجتين في جوميا باي. عندنا جوميا باي تطبيق تقدر تدفع من عليه الفواتير، وعندنا جوميا باي فواتير بمعنى فواتير العاديه، فاتوره موبايلي، فاتوره الكهرباء، المايه، الحاجات بالزبط. دي اوكي، عظيم. وعندنا كمان جزء تاني من جوميا باي اللي هو الخدمات المدفوعات. بمعنى ايه؟ ان حضرتك تقدر لو مثلا حضرتك عندك موقع وعندك المشروع بتاعك تقدر تستخدم جوميا باي يكون هو طريقة الدفع عندك. يعني في ممكن يبقى واحدة من طرق الدفع المتاحة عندي اني ممكن ادفع بجوميا باي، هو البروسيسر، صح كده؟ اوكي تمام، فهمت. البروسيسر نفسه ده من شهادة واخدينها وترخيص من البنك المركزي. اوكي، عظيم جدا. طيب خلينا نرجع تاني للبلاك فرايداي، لان هو حدث طبعا كبير جدا، ناس كتير قوي بتستنى حاجات كتير عايزة تشتريها
لحد ما يجي بلاك فرايدي بيقولوا بيبقى في اسعار احسن، بيبقى في حركه البيع بتكون يعني جاهزه بالنسبه لي اكتر، ان انا اقدر اشتري الحاجه اللي انا عايزها بسعر معقول. حابب اعرف من حضرتك ايه الفرق في حجم المبيعات ما بين البلاك فرايدي وبقيه شهور السنه؟ يعني هل فعلا بيبقى في فرق ضخم جدا في المبيعات، ولا ناس كتير بتفكر بتقول ان لا انا مش هتجه للوقت ده او كده؟ يعني قول لنا ايه الفرق ما بين بلاك فرايدي وبقيه الشهور في حركه البيع؟ طيب، هو طبعا اكيد في بيبقى اقبال اكتر وقت ما بيبقى فيه عروض اكتر، زي حمله بحجم بلاك فرايدي اللي احنا بداناها في مصر من 9 سنين. الاقبال طبعا بيزيد جدا في الوقت ده. لو قارنا ارقام المجموعه بلاك فرايدي 2020 ل 2021، هنلاقي ان نسبه حتى زياده من بلاك فرايدي للي بعده زادت 39%. يعني 2021 كان اكتر من 2020 ده بلاك فرايدي نفسه. رغم ان 2020 في شهر 11 كانت الكورونا كانت موجوده وكان لسه بدا اللوك داون خلينا نتفق ان كوفيد ما ساهمش بشكل سلبي او حاجه بالنسبه لحركه البيع والشراء، بالذات بالنسبه للطرق زي التجاره الالكترونيه. حتى التجاره التقليديه بداوا يتجهوا ان يبقى عندهم منصاتهم بنفسهم او يتعاملوا مع منصات اللي موجوده بالفعل علشان يقدروا يوصلوا للعميل في كل مكان، عشان في الفتره دي كانت عملاء كتير قوي كانت عايزه تنزل من البيت، مش حابه انها تنزل غير للضروريات القصوى. طيب، يعني في جزء يمكن مهم جدا مش ناس كتير تعرف عنه له علاقه بجوميا، وهو جزء ان جوميا بتدعم اصحاب الحرف اليدويه والستارت ابس. ازاي حد ممكن يكون مثلا عنده بروجكت جديد بيبدا بيعمل هيز اون براند او البراند الخاص بيه براند صغير، ازاي بيقدر ان هو يتعاون معاكم وايه الحاجات اللي بتقدمها له؟ طيب، خلينا نتفق ان هما حاجتين مختلفين. الحرف اليدويه الداينامكس بتاعتها او منظومه بتاعتها او طريقه العمل بتاعتها مختلفه جدا عن الستارت ابس او اصحاب المشاريع الصغيره. طيب، نتكلم عن ده وعن ده. طيب، اول حاجه الحرف اليدويه، احنا اوريدي عندنا مبادره بالتعاون مع بنك اسكندريه ومؤسسه ساويرس اسمها ابداع من مصر. دي دعم الحرفيين في مصر كلها، وان احنا نقدر ان هما يبقى عندهم الستور بتاعهم على جوميا، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نبيع منتجاتهم ونحسن من التنميه والاستدامه ليهم على مستوى الجمهوريه كلها. عظيم. فده بالنسبه للحرف. بالظبط. طيب، بالنسبه بقى للستارت ابس، بالنسبه للستارت ابس عندنا اكتر من كذا حاجه نقدر نستخدم فيها الايكو سيستم زي ما بيقولوا بتاع جوميا. جوميا عندها الماركت بليس او اللي هو المنصه التجاره الالكترونيه اللي الناس كلها عارفاها، جوميا.com اللي هو الويب سايت بتاعكم. بالظبط. سواء كان التطبيق او المنصه، تمام، ده يقدر ان هو يعرض عليها منتجاته فيقدر يبيعها لمصر كلها من مكانه. فبالتالي المصروفات اللي عليه او الاعباء نفسها اقل بكتير ان هو يفتح محل تقليدي طبعا مثلا. يعني يكون عنده فرع ويأجره ويبقى بيدفع له كهرباء ومياه وكده، كانه طبعا عنده فرع في كل محافظه في كل مكان في مصر. صحيح. طيب، ده اول بورت. تاني جزء عندنا اللوجستيات. بدانا ان احنا كمان نستخدم خبرتنا في اللوجستيات ان احنا نقدر نوفر لاصحاب المشاريع الصغيره ان هم يستخدموا خدماتنا اللوجستيه في توصيل منتجاتهم عن طريق شبكه اللوجستيات بتاعتنا، سواء كانت الخاصه بينا او شبكه اللوجستيات اللي بنتعامل معاها مع الشركات الاخرى، بحيث كده ان يبقى اسعار الشحن بالنسبه لهم ارخص، وكمان يقدر ان هو يوصل لكل انحاء الجمهوريه، ويكون كمان متواجد يعني بشكل اكبر، لان اكيد اسم جوميا اكبر من ان هو لو عمل لنفسه بيج على الفيسبوك مثلا وباع البرودكت حتى بتاعته. لو عنده البيج بتاعته يقدر يستخدم خدماتي اللوجستيه فقط، يقدر يستخدم خدماتي الدعائيه. ان احنا عندنا فريق كامل اسمه جوميا ادفرتايزنج يقدر ان هو يساعده ان هو يعمل حملات دعائيه على مواقع جوميا او على منصات جوميا المختلفه او مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بجوميا، يقدر يستخدم جوميا باي كمدفوعات ان هو يستخدمها، تبقى هي دي البيمنت سيرفيس بتاعته. دي حاجه كمان لسه اطلقناها حديثا اللي هي حاجه اسمها باي باي لينك. يعني مثلا في ناس كتير قوي عندها مثلا المشاريع بتاعتها بتبيع مثلا عن طريق لسه مواقع التواصل الاجتماعي، بس لسه العميل ساعات لو عايز مثلا يشتري اكتر من كذا حاجه مش عايز يدفع كاش المبلغ ده كله، فيقدر ان هو ساعتها صاحب المشروع يبعت له لينك للبيمنت، فيقدر ساعتها يدخل ويدفع البيمنت بتاعته. تمام. ده تاني جزء. تالت جزء عندنا كمان جزء مهم جدا احنا بنوفره لاصحاب المشاريع لو هو كمان بيبيع عندنا، ان احنا دايما بنعمل زي مبادرات مختلفه. في منهم مبادره مهمه جدا عاملينها اسمها ادعمهم واشتري منتجاتهم لدعم اصحاب المشاريع الصغيره. ان مش لازم يبقى مبادره لاصحاب المشاريع الصغيره ادعموا واشتري منتجاتهم. بس مش لازم يبقى ان احنا نشتري من منتجات من اسماء كبيره، لا احنا ممكن كمان ندعم الصغيرين دول او ندعم المشاريع اللي لسه بادئه ان احنا نشتري منهم منتجاتهم عشان يقدروا يكبروا شغلهم. طيب، انا عندي سؤال، هو سؤال اوف توبك شويه بس له علاقه برضه بالموضوع، بتكلم من خلال كاستمر اكسبيرينس. دلوقتي مثلا ازاي ان انا اقدر ان انا اثق في اسم
برودكت جديد او حد بيقدم برودكت جديد موجود على الويب سايت بتاعكم هو بيكون جديد وبالتالي حتى حجم التقييمات اللي عليه ما بيكونش قوي جدا، هل بيكون في اي نوع من انواع الرقابه من عندكم؟ هل في اي نوع من انواع الكواليتي كنترول؟ انا عارف ان السؤال ده ممكن يكون غريب بالنسبه لناس كتير بس هو سؤال جالي دلوقتي وكنت لازم اساله. لا مفيش مشكله. بص هقول لك على حاجه، في حاجتين، في نوعين من المنتجات. في منتجات بتبقى متخزنه في مخازن الشركه عندنا ودي بيبقى مكتوب عليها جومي اكسبرس، دي اللي هي بيبقى عليها فحص على كل المنتجات، دي موجوده عندكم في المخازن وبتخرج من عندكم وبيتم الشحن عن طريق جوميا بالظبط. تمام. وفي منتجات تانية اللي هي تبع بقيه الماركت بليس، دي بتبقى موجوده متوفره عند العارض او البايع. لو اكتشفنا مثلا ان جه نيجاتيف ريفيو او شيء سلبي عليها او تعليق سلبي عليها، بنبتدي لا تعالى نبص مع بعض، انت ايه المشكله عندك، في مشكله في منتجاتك. وفي الاخر اهم حاجه عندنا طبعا مصلحه العميل، كلنا بنحط مصلحه العميل اولا طبعا. فلو في حتى حاجه مشكله في المنتج ده او في مشكله اكيد بنقدر ان احنا نرجعه بسلسله استرجاع طبيعيه، ما فيش مشكله يعني. عظيم. طيب انا عندي سؤال تاني كنت عايز اسال، بالنسبه طبعا للتجاره الالكترونيه، حجم التجاره الالكترونيه في مصر هو بيتزايد، ولكن برضو ما نقدرش نقول ان كل الناس بتحب انها تتعامل بالتجاره الالكترونيه، او خلينا نقول ان الموضوع له علاقه بالتقسيمه الجغرافيه شويه. يعني متهيألي ان الناس هتبقى في مدن بتتعامل عن طريق خدمات جوميا اكتر من مدن تانية، هل الكلام ده صح ولا لا؟ يعني في مدن معينة التعامل عليها قوي جدا ومدن تانية التعامل عليها ضعيف جدا؟ زي التجارة التقليدية نسبة الشير بتاعت المحافظات الكبرى ستيل هي الاكبر. أوكي. بس كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتواجهنا كعوائق او تشالنجز كانت مصاريف الشحن للمحافظات، ودي كانت اكتر عائق تقريبا موجود. فاحنا بقالنا فتره شغالين ان احنا نحاول نشيل مصروفات الشحن او مصاريف الشحن عشان نقدر نوصل لبقيه المحافظات بنفس السعر لو هو عايش في القاهره مثلا او في الجيزه. وبالفعل لما بدانا نعمل كده الاقبال من المحافظات زاد لسببين. اول حاجه ان هو دلوقتي بقى بالنسبه له فاليو فور ماني اكتر، ان هو مصاريف الشحن مش عاليه عليه فالمنتج واقف عليه بسعر زيه زي اللي عايش في القاهره او قريب مثلا. وتاني حاجه كمان، خلينا نتفق ان مش كل التجاره التقليديه متوفره في كل المحافظات زي موجوده في القاهره والجيزه، مش كل البراندز موجوده في كل حته بالظبط. فبالعكس انا متهيالي ان احنا لما بدانا نطبق سياسه تقليل مصاريف الشحن او الشحن المجاني للمحافظات، طبعا بتطبق شروط الاحكام في الجزء ده، ده خلى اجبار اكبر من المحافظات عن الاول. طيب احنا كده اتكلمنا عن واحده من التحديات المهمه الخاصة بعمليات البيع الإلكتروني في مصر عن طريق جوميا، أو يعني يمكن بنتكلم بشكل عام يعني، ولكن أكيد في تحديات تانية بتواجهكم في جوميا إن إحنا بنبيع أونلاين. إيه أهم التحديات اللي موجودة وبتواجهوها إزاي؟ طيب إحنا خلينا نتفق إن إحنا الفترة اللي فاتت الاتجاه العام للحكومة واتجاه ناحية الشمول المالي والتحول الرقمي طبعا. خلى إن إحنا دلوقتي في مشاريع قوانين كتير موجودة مطروحة، يا إما تحت يا إما في مسودات يا إما تحت النقاش، تدعم التجارة الإلكترونية وتدعم النمو الرقمي في مصر أو التحول الرقمي في مصر. ده كان طبعا من ضمن أكبر التحديات اللي كانت بتواجهنا. بس دلوقتي إن فكرة إن إحنا في الاتجاه المظبوط وفي الاتجاه السليم، إن إحنا بنشرع القوانين اللي تدعم التجارة الإلكترونية وتنظم التجارة الإلكترونية بشكل عام، أو كمان حتى المدفوعات الإلكترونية، فمتهيالي ده كمان بيزيل العقبات واحده واحده وشويه بشويه. ان زي ما انت عارف يا عمرو، احنا اتكلمنا ان احنا في مصر التجاره الالكترونيه ستيل لسه بدري قوي، احنا لسه بننمو كقطاع عام. رغم ان يعني انا مثلا معظم الناس اللي حواليا اعرفهم بيتعاملوا على من خلال التجاره الالكترونيه، ليا اصدقاء كتير جدا، انا شخصيا من زمان يمكن من سنين كنت بتعامل معاكم واشتريت منكم حاجات كتيره جدا، ويعني ده شرف لينا. لا والله ربنا يخليك، ده شرف لي. طيب بص انا عايز اسالك على حاجه ثانيه. طبعا هي جوميا هي موجوده طبعا في مصر وهي قويه جدا في مصر، ولكن في جوميا الجزء الخاص بافريقيا. انا اعرف ان انتوا عندكم في تاك سنترز خاصه بالتجاره الافريقيه، فانا حابب اعرف ازاي بتديروا الموضوع ده، يعني ازاي متواجدين في افريقيا وبتعملوا ايه عشان تكونوا موجودين هناك وتفتحوا السوق ده. طيب خلينا نتكلم ان احنا اول حاجه احنا متواجدين في 11 دوله افريقيه. 11 دوله. 11 دوله رقم كبير. اوكي. شركة جوميا بتطمح ان هي تكون تحسن الحياة للمواطن في افريقيا عن طريق ان احنا نقدم له خدمات احسن، نوفر له وقته ونسهل له حياته. التاك سنتر او كل الانظمة اللي احنا شغالين بيها، سواء كانت التطبيقات السيستمز نفسها بتاعت الوير هاوسينج الباك اندز كل ده، احنا بنبرمجه عندنا فريق عمل للبرمجيات ده موجود في مصر بيخدم كل المجموعه الافريقيه من مصر. اذا ال11 دوله بيدوروا من هنا.
مش بيضاروا من هنا من ناحية اللوجستيات أو القسم التجاري أو التسويق. هو الفكرة كلها البرمجيات أو البرودكتس اللي بتستخدم لتحسين التطبيقات بتاعتنا أو السيستمز اللي أو الأنظمة اللي احنا بنستخدمها. البرمجيين هم اللي موجودين هنا في مصر. عظيم. لخدمة القارة كلها. تمام. طيب طبعا هي أفريقيا فيها بعض الدول اللي ممكن يعني فيها دول متفاوتة أكيد في التعاملات التجارية عن طريق الإنترنت. حابب أعرف منكم مثلا إيه الدول اللي أنتوا حاسين إن فيها طبعا هي ممكن تكون من خلال الفترة اللي فاتت كنتوا شايفين إن هي promising جدا وجاية جدا خلال الفترة اللي جاية. طبعا ده من خلال إن إحنا الفترة الأخيرة دي مصر عودتها لأفريقيا وفي ده توجه دولة يعني التوجه على أعلى مستوى إن إحنا نكون متواجدين في أفريقيا. وانتوا بتقوموا بدور كبير جدا في انكم تسهلوا الحياه في افريقيا لناس كتير، فايه الدول الاكثر وايه الدول الاقل؟ طيب خلينا نتكلم ان كل دوله بتختلف عن الدوله الثانيه، سواء كان من حجمها، من تعداد سكانها، من طبيعه التجاره الداخليه فيها عامله ازاي. فرق الثقافات كمان اكيد بيفرق. بالظبط. فرق استخدام التكنولوجيا، يعني مثلا في بلاد بتستخدم مثلا المدفوعات الرقميه من قبلنا بسنين. فالموضوع عندهم هتلاقيه متطور اكتر في المدفوعات وهكذا. فالموضوع بيختلف وبيتفاوت من بلد للتانية. في بلاد بتعتمد اكتر على الالكترونيات من الاونلاين، بلاد تانية لحاجات كل يوم او المنتجات الاستهلاكية كل يوم. فما تقدرش ان انت زي ما يقولك تحط البيت كله في سلة واحدة. طيب عايز اسألك برضو سؤال تاني، بما اننا البلاك فرايداي برضو ده حدث مهم بالنسبه لناس كتير، يعني انا واحد من الناس دي، فكنت عايز اعرف ايه الجديد السنه دي. يعني هل انتم مثلا بتفكروا كل سنه ان يكون في حاجه مختلفه، حاجه جديده بتحصل كل سنه، ولا بيبقى هو عروض البلاك فرايداي المقدمه من العارضين وبس على كده؟ احنا السنه دي احنا دايما بنستخدم التكنولوجيا بتاعتنا ان احنا نقدر نعرف اكتر ايه متطلبات الناس او الناس محتاجه ايه في وقت الحملات. الناس كلها دلوقتي بدات تتجه حتى للمنتجات الاستهلاكيه في خلال البلاك فرايداي، مش بس الالكترونيات. منتجات استهلاكيه اللي هو عايز اشتري اكل وشرب وادوات تنظيف وحاجات كده في البيت، سمنه، سكر، كمان مع الاحداث اللي موجوده دلوقتي. فاحنا شايفين ان الناس شايفه ان احنا محتاجين ان احنا نوفر لهم ده كمان. وبالفعل ده متوفر المره دي في الكامبين. عاملين عروض مختلفه على كل الفئات طبعا، اسعار ما قبل التضخم وما بعد التضخم، التسهيلات في السداد، ان احنا عملنا شراكات مع بنوك كتيره وكروت كتيره وشركات بيمنت فاسيليتيز سيرفيسز كتيره. وجوميا باي، جوميا باي هو الانجن نفسه. اوكي. بس العروض نفسها، يعني مثلا لو حضرتك مثلا عندك كات او عندك حساب في بنك الفلاني، تقدر ان حضرتك تقسط الاوردر بتاعك على مدار سنتين بدون فوائد مع البنك ده. اوكي. يعني الحقيقه يعني هو طبعا جوميا واحد من اهم الاماكن اللي احنا بنعتمد عليها في البلاك فرايداي. طبعا بنتمنى لكم التوفيق، اتمنى الدنيا تبقى ماشيه لطيفه جدا كلها. الاستاذه منال يوسف، رئيس قسم العلاقات العامه بجوميا مصر، شكرا جزيلا ليكي، نورتينا. ميرسي عمرو، وبنتمنى لكم التوفيق. ميرسي. شكرا. هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع تاني نكمل حلقتنا من تاك ويك، خليكم معانا. اهلا بكم من جديد، وبرحب بضيفنا في الاستوديو المهندس مصطفى حسين الشريك المؤسس والعضو المنتدب لإيجي مابس. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازيك يا عمرو؟ اهلا بك. الحمد لله. في البدايه كنا عايزين نعرف ايه هي إيجي مابس. طيب انا قبل ما اخش بس في تفصيله إيجي مابس، انا عايز بس ابسط الموضوع شويه. بالنسبه لموضوع المنصات الافتراضيه، الانترنت بصفه عامه هو بنقدر نعتبره هو ثلاث اجيال. الجيل الاول اللي ابتدينا بيه كلنا اللي هو الجيل اللي هو بتتلقى فيه المعلومه فقط، مفهوم، اللي هي بداية الانترنت. أوكي. الجيل الثاني هو الجيل اللي احنا عايشينه دلوقتي، اللي هو الجيل اللي انت بتتلقى وبتستقبل معلومة، يعني ممكن تتلقى معلومة وترسل معلومة. اللي هي زي مثلا في تطبيقات كتيرة زي الزوم ميتينجز، تقدر تعمل ميتينج، تقدر تتشات، تقدر اللي هو يبقى فيه انتراكشن. في انتراكشن. طيب عالم الانترنت هو رايح للجيل الثالث. الجيل الثالث هو عبارة عن المنصات الافتراضية. عظيم. تمام. المنصات الافتراضيه اللي هي انت ممكن تبقى في مكانك وتقدر تبتدي من وانت في مكانك تبتدي تاخد اكشنز اونلاين، تقدر بيها تتدرب، تقدر بيها تتمشى في مكان، تقدر بيها تروح ستورز. ثانيه واحده. ثانيه واحده. طيب عشان بس دلوقتي باشمهندس مصطفى حسين بيقول لنا كلام مهم جدا جدا، واحنا دلوقتي بنتكلم عن كلام
مشابه او بيقترب من اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده لما كنا طالع الموضوع بتاع الميتافيرس. بالظبط هو ده الانترنت الجديد. ده الانترنت الجديد. هو 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 الانترنت الجديد. هو الميتافيرس يعتبر جزء منه، ولكن هو ليه سوق كبير جدا ومختلف. في السوق ده بيعتمد على اكتر من حاجه. هو هي تقنيه واحده اللي هي تقنيه الفي ار او الاي ار اللي هو الواقع الافتراضي او الواقع المعزز، اللي هو هو واقع حقيقي لكن انت بتقدر تنقله بصوره، تقدر تبقى انت موجود في المكان ومش موجود في نفس الوقت. تمام. يعني اللي هو يعني ان انت ممكن مثلا نبقى في موجودين في الاستوديو ده اونلاين، ابقى انا موجود معاك اونلاين، لان انا لو عندي صوره الاستوديو ده 360 انا ممكن ابقى موجود جوه وقاعد مكانك وانا بتكلمك عادي وانت تتكلم. لو انا بقى عندي، هي ده التكنولوجي اللي احنا بنتكلم فيها كمان من 5 لـ10 سنين، لو عندي النضاره وعندي البدله اللي تحسسني ان انا قاعد على الكرسي، اقدر اخد نفس الاكشنز بتاعتك اونلاين زي بالظبط اكني انا موجود معاك. فاقدر اتلقى، اقدر اشتري، اقدر ابيع، اقدر ابقى ليا ستورز، اقدر ابقى ليا اكتر من حاجه. تمام. اقدر اخد اكشن. طيب اوكي، نرجع بقى لايجي مابس. ايجي مابس، احنا مين اللي في ايجي مابس؟ وقت كورونا كان عندنا مشكله كبيره جدا، ان احنا اكتشفنا ان الشركات العقاريه، لان انا اصلا الباك جراوند بتاعتي ريل استيت، وحتى الشركه بتوعي في الشركه كلهم شغالين في نفس المجال، سواء الانيميشن او 3D او واتيفر. خلاص احنا اكتشفنا ان الناس مش عارفه تتفاعل مع بعض، مش عارفه توصل لبعض. طيب انا عشان اتفاعل مع اي حد، انا محتاج عشان اشتري او ابيع عقار، انا محتاج ان انا اروح اتفرج على العقار ده لو كان موجود، لو ما كانش موجود اشوف ليه رسومات، اشوف ليه بروشورز، ابقى ليا في مثلا 3D موفي بيوريني المشروع. طب احنا ليه ما نختصرش كل الكلام ده ونعمل كل الكلام ده اونلاين على منصه واحده، تقدر حضرتك تروح وتتمشى وتتخيل الشكل الطبيعي بتاع عقارك ده بعد 5 سنين من النهارده ممكن يبقى عامل ازاي، وقت استلامه، خدماته ايه، المداخل الرئيسيه بتاعته ايه، اللاندسكيب بتاعه عامل ازاي، شكل التاور ده عامل ازاي. طب لو انت عايز تتمشى جوه البرج او عايز تتمشى جوه الفيلا دي من قبل ما تبقى موجوده على ارض الواقع، طب ما انا اقدر اعمل كده. قدرنا نعمل كده، فقدرنا ننشئ منصه ايجي مابس. هي ابتدينا احنا بالعاصمه الاداريه لاهميتها، احنا شايفين ان هي ليها اهميه كبيره جدا في مستقبل طبعًا مصر بصفه عامه. فبنينا ال 250 الف فدان بتوع المرحله الاولى كلها على منصه واحده، وقدرنا. هي دي المشكله التقنيه، ان انت ازاي تقدر تبقى شايف كل الكلام ده على الموبايل وعلى الايباد، وفي نفس الوقت يبقى سريع جدا، لان هي مشكله التكنولوجي ان انت محتاج اكويبمنت قويه جدا عشان تبقى البروسيسنج بتاعك عالي. فطبعا اللي عايز يخش على الانترنت عايز يتلقى كل المعلومات في نو تايم. طبعا ضفنا ايه كمان؟ ضفنا ان احنا قلنا طب ما هو العاصمه الاداريه هي مش ما تعتبرش ميتافيرس، هي مش مدينه خياليه او جزيره. هي موجوده. موجوده طبعا. طب ما احنا ممكن نضيف ان احنا نقدر نصور كمان كل الكونستراكشنز ابديتس، ونقدر نقارن هل فعلا الدوله ماشيه في اتجاه ان هي الحاجه اللي اترسمت على ارض الواقع بتتنفذ ولا بتنفذ. الكونستراكشن ابديت يعني احنا وصلنا لحد فين، وصلنا لغايه فين، اللي بيحصل على ارض الواقع. واقدر دلوقتي لان احنا الحمد لله مع بالتعاون مع شركه العاصمه ان هم يعني الحمد لله برضو بيسبورتوا شويه معانا، قدرنا نصور اكتر من مره. فدلوقتي انت تقدر تخش على المنصه، تقدر تشوف من 6 شهور فاتوا معدلات التنفيذ كانت عامله ازاي، و6 شهور النهارده هل في فعلا كونستراكشن على الارض ولا لا. طيب هو الابديت مثلا بيكون كل 6 شهور ولا الابديت بيكون كل 6 شهور؟ كل 6 شهور. احنا كنا عاملين كل 6 شهور، لان عارف حضرتك ده كونستراكشن بتاع مدينه متكامله. طبعا. فطبعا بيحتاج وقت. طبعا. لكن في ضغط علينا شويه من شركه العاصمه يعني مهندس خالد عباس، ان احنا لا نصور كل 3 شهور ونصور كل شهر، لان معدلات التنفيذ في العاصمه قوية جدا في الفترة اللي جاية. طيب يعني هو خلينا نقول ان هو منقسم لأكتر من حاجة. طبعا. في منه هو بيكون الرؤية المستقبلية للمكان. بزبط. اللي هو هيكون عامل ازاي بعد كده، وفي منه دلوقتي الوضع عامل ازاي وكنا فين وبقينا فين. وكنا فين وبقينا فين. بالزبط. صح كده. طيب انا عايز اعرف فكرة زي دي جات لك منين يعني، او جات منين؟ هي ما جاتش اللي هي الوحدة يعني ايه اللي حصل يعني بدأت من اني حاجة. احنا ابتدينا ان هم احنا بنرسم 3D يعني. الناس كلها لما ابتدى يعني زمان لما كنت تروح لحد تقول له انا هعمل لك الكومباوند بتاعك او التاور بتاعك 3D يقول لك لا انا عايز بروشور. لكن هو العالم بيتغير. صحيح. الناس بتروح 3D بس التشطيبات بس، انما في بالظبط بالظبط. فانت النهارده لما تيجي تشوف الكلاينت اللي جاي لك بعد 5 سنين من النهارده، هو اللي عنده من 15 من 10 ل 15 او 20 سنه. طب الراجل ده النهارده بيعمل ايه لما بيحب ياخد قرار للشراء من اول الحاجات القليله جدا في حياته الى الحاجات الهاي اند.
صحيح. هتلاقي ان هو بيعمل كل حاجه عن طريق الموبايل او الايباد بتاعه وهو قاعد في البيت. صحيح. بياخد القرار ان هو يشتري whatever، يعني عايز يشرب حاجه، عايز ياكل حاجه، عايز يلبس حاجه اونلاين. طب ما هو ده العميل اللي جاي. طب هل انت لسه هتستنى كمان 5 سنين وتبتدي تبني هذه التكنولوجيا، ولا ممكن نوطن التكنولوجيا دي موجوده النهارده؟ طبعا التاثيرات بتاعت كوفيد وان احنا مش عارفين نتواصل مع بعض هو ده كان السبب الرئيسي اللي خلانا نتحرك، لان احنا مش عارفين نتحرك، مش عارفين نتكلم مع الناس، مش عارفين نوري الناس الريل ستيت. يعني كوفيد كان واحد من الحاجات اللي شجعتنا. هو ده الاساس. طب ما كمان سبحان الله، يعني بالظبط هو على فكره، يعني في دايما مقوله بتقول لك هو مهما كانت صعوبه الحاجه حاول تدور على الفرصه الحقيقيه طبعًا اللي موجوده. طبعا حاول توطن التكنولوجيا وتستخدم التكنولوجيا اللي في ايدك وكل الوسائل، لان خلي بالك التكنولوجيا اهم حاجه فيها ان هي لازم توفر حاجتين مهمين جدا، الوقت والمجهود. صحيح. طول ما انت بتوفر وقت ومجهود باستخدامات التكنولوجي انت رايح في الطريق السليم. طيب على سيره التكنولوجيا اللي في ايدك، خلينا نقول التكنولوجيا المستخدمه على البلاتفورم الاول، هو مثلا هل هو ويب سايت اقدر ان انا ادخل عليه، ولا هو بيكون ابلكيشن، ولا هو ويب سايت www.eg-maps.com eg-maps.com. هتخش على طول، هتبقى اول ما تخش على الويب سايت هتلاقي ان انت في جوله افتراضيه جوه العاصمه بشكلها النهائي بعد 5 سنين من النهارده. طيب انت يعني لما هدخل هشوف العاصمه بعد 5 سنين، بعد 5 سنين متكامله بشوارعها، بوسائل المواصلات، يعني هخش اشوف العاصمه، يعني هخش اشوف العاصمه بعد 5 سنين. تقدر تتمشى ووك ثرو. اللي احنا بنحاول نعمله كمان ان احنا نخليك تنزل تمشى في الشارع من تحت، لان ده هياخدنا ان احنا ممكن قدام شويه نبتدي نعمل بعض الحاجات اللي تخليك تشوف فعلا شكل المبنى، حجمه، الشوارع شكلها عامل ازاي، المونوريل ده ممكن يتحرك بيبقى عامل ازاي، قد ايه هم مهتمين بالطرق جوه العاصمه. وعلى فكره احنا مش بس هنشتغل في العاصمه الاداريه، احنا بنحاول دلوقتي ان احنا نشوف كل المدن اللي مصر بتبنيها جديده عشان نقدر نوصل للاجيال اللي جايه نقول لهم يا جماعه اللي احنا بنقوله ده مش حلم، ده حقيقه مدينة. باذن الله هو لو الحكومه تقدر يعني تساعدنا احنا يعني والجو اهيد ان احنا نوري قد ايه مصر بتتغير بالشكل اللي جاي وهتبقى حاجه تانية خالص. انا شايف ان يعني الحكومه مساعدتكم في العاصمه، يعني طبعًا. العاصمه الاداريه نفسها طبعًا، بس هي مصر مش يعني طبعا هو العاصمه الاداريه هي جزء من الـ التطور اللي مصر بتعمله، بس هي مش كل حاجه طبعًا. مصر بتعمل يعني انا بشوف على جميع المستويات، يعني على جميع المستويات يعني مشاريع في كل الاتجاهات، واحنا نقدر نخلي التكنولوجي بتاعت الواقع الافتراضي. يعني انت مثلا عايز تشوف مشروع بتاع مصنع بعد 4 سنين ممكن يبقى عامل ازاي، انا ممكن من النهارده اعمله لك ابنه لك، وكمان لو انت وانت في مكانك عايز تروح تزوره كل يوم او كل طبعا حسب معدلات التصوير، انا اقدر ادخل الحته دي واخليك على لينك لا تروح بقى تتفرج ولا تروح تزور ولا بالعكس، ده كل الناس تقدر تخش تشوف البلد دي هتروح لفين بعد 5 سنين ان شاء الله. طيب ده في العاصمه الاداريه بالزبط. خلينا نتكلم على ابعاد مختلفه شويه. هل تم مثلا ان انتوا عملتوا شغل الدوله بره مصر؟ هل انتوا متواجدين في اي مدينه خارج مصر؟ هو احنا الشركه يعني الشركه انا عارف انها حتى اسمها اي جي مابس. بالظبط. الشركه الام هي ليها اكتر من مقر ما بين دبي وما بين السعوديه وبين ولندن. اوكي ولندن يعني اللي هي شركه ال 3 دي موديلنج يعني انيماتكس. احنا بقى لنا حوالي 14 سنه في الماركت يعني. اوكي في احنا دلوقتي بنشتغل مع السعوديه في مدينه جديده وبنحاول نتكلم معاهم ان احنا ممكن نشتغل كمان في نيوم، لان هم في الاخر هم بيدوروا ازاي يعني بنحاول نتكلم معاهم لسه يعني. بس احنا بنتكلم دلوقتي في مدينه الطائف في جزء من مشروع يعني، ولان انت بتقدر تظهر اي مشروع وتقدر تظهر جماله عامل ازاي او شكله عامل ازاي بالتكنولوجيا اللي موجوده فيه، وتقدر كمان تتابع الكونستراكشنز ابديت، فاحنا رايحين للحته دي. صحيح. طيب نرجع تاني للعاصمه، معلش احنا عمالين نروح ونيجي. بالنسبه للعاصمه هل مثلا مش عاصمه بس احنا عندنا العالمين كمان. حاليا انتوا في العالمين. بنحاول نشوف العالمين يعني كمان والتجمع الخامس، مع ان هو كونستراكتد، لكن انت ممكن انت عايز تاجر مثلا، احنا بنبص ان احنا ممكن قدام شويه ان انت عايز تاجر بيت. طب ليه انت ما تشوفش التجمع كله الاول من 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 فوق، وبعدين تبتدي تخش على المكان، وبعدين تشوف البيت ده كل اوضه منه، وكل ده موجود على ويب سايت من قبل ما تاخد قرار الشركه، لان هو ده العميل اللي جاي. فكرتوا مثلا يكون عندكم كجزء من الفكر الهايل ده مثلا ان انتوا يكون عندكم خدمه ان لو حد عايز يبيع من خلالكم وحده او كده يصورها من جوه بالشكل احنا ده؟ احنا بنوفر ده للمطور، والمطور هو اللي يقدر يبيع للعميل المباشر. يعني احنا عن طريق الويب سايت انت بتقدر تتواصل مع المطور مباشره او مع الحكومه مباشره او مقدم الخدمه بصفه عامه، لان احنا ممكن نوسع الموضوع
ان انت يبقى مقدم الخدمه اكتر من حد في اكتر من مجال. واضح ان علاقتكم كمان بالمطورين علاقه قويه. طبعا يعني طبعا طبعا احنا تعبنا جدا عشان احنا خلي بالك احنا عندنا تقريبا اكتر من 150 مشروع. يعني تقريبا انت في مكان واحد ده رقم كبير تقدر جدا تقدر تشوف 150 طبعا. مشروع وتقدر تقارن ما بين كل مشروع ومشروع بشكله وتفاصيله. يعني انت لما بتخش على المشروع احنا عاملين ان انت لما بتتمشى انت بتشوف المشاريع باسمائها. فانت لما تخش على المشروع انت تقدر تشوف كل الداتا اللي على المشروع وتقدر تشوف كل الوحدات المتاحه وبالتالي تقدر تتواصل وتقارن هل هو ده الافضل. عارف حضرتك العقارات يعني افضل يعني من اهم الحاجات اللوكيشن طبعا. تقدر تشوف اللوكيشن ده عامل ازاي سواء النهارده او بعد كده صحيح. او ان حضرتك وانت قاعد بره في امريكا الساعه 2 بالليل تقدر انت تشوف المكان اللي انت بتشوف عايز تعرف في العاصمه دي وصلت لايه. والله التكنولوجيا دي عليها حاجات طبعا. يعني طبعا هي توفير الوقت والمجهود طبعا. وراحه البني ادم وتطويعها لراحه البني ادم هي هو ده اساس طبعا. كل حاجه طبعا دي فكره التكنولوجيا وده الجيل الثالث ما خلي بالك يعني احنا لا مفر عن ان احنا نروح للجيل الثالث او التقنيات الافتراضيه صحيح. في المجالات المختلفه طبعا. خلي بالك هو مش هي مش هتبقى ريل استيت بس هتبقى ريل استيت وهتبقى ماركتنج وهتبقى ستورز طبعا طبعا. فاحنا ليه ما نخشش في الحته دي بدري صحيح. هو ده الريسك اللي احنا خدناه شويه صحيح صحيح. باشمهندس مصطفى محسن شكرا ليك جدا نورتنا يعني طبعا مهندس مصطفى محسن المؤسس والعضو المنتدب لاي جي مابس شكرا جزيلا على وجودك معانا ونورتنا وكلام عظيم جدا. وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت من تاك ويك. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده. الى اللقاء.